كده بقى يا رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دولة بقى؟ هو في حد خد مننا حاجة يا عم؟ ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني إيه؟ احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي، كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود، ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دولا هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دولا طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص. الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها، ويتفقوا بقى مع ملحنين، وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دولا عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكره. ولا حته اتنين شاي، يلا بسرعه. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتسرقت، انا اتسرقت. اتسرقت ولا حته؟ ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظتي ايه؟ يلا محفظتي ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه، في التلفزيون اهو الاغنيه بتاعتي، اغنيه اظنه اهي سامع. اه حلوه قوي يا دوله، حلوه. الود ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحشه قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك، وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه ايظنوا ترت ترت. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعت انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزت مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين والقضيه ارفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوا ايظنوا غنوتكم؟ إلا متأكدين حضرتك، إحنا أكتر من متأكدين، وأنا ممكن أسمع جزء لحضرتك وإنت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنا فضلك. أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني؟ أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي. حضرتك طب انا هقول لك على حته بقى عشان تتاكد قوي ان هم سارقينها مني. حته انا كنت، هو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رمز. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد، لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دوله. وبعدين ايه السيد ده اللي بيقارنوه بيا انا؟ مفيش غير سيد ممكن. سيد أنكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الأغنية الشعبية، يعني تطور الموسيقى العربية، يعني السلمة التاسعة من سلالم الموسيقى العربية، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظن قفش فيها. ولا هي دي؟ أهو حضرتك، أنا بقى أقول للعمرو إيه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمرو إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قعدة مع سيد أنكل.
متأكد يعني عم اسلكها ان اونكل ده جاي انا ابتديت اقلق؟ لا ما تقلقش يا جدع انت الله، هي كلها دلوقتي شوية ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعدة تانية في غنوة تانية. على فكرة دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي، اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسم اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. ده بابو الرجالة. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حي الله مساعد رابع لسيد اونكل. حي الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حي الله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حي الله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توأم ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم. سيد اونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل يا عمنا اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها يا سيد اونكل. يا اونكل الله الله، سامع الجراف الجراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. يا لا 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 لا، حاضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق. بخصوص حضرتك، بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ ايظنوا ترت ترت. ايظنوا بتاعت نجات. مين نجات؟ لا اظنوا بتاعت بعرور. الجماعه دول من هنا سلكها. حاضر. حاضر ايه؟ ياخدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامه سلكها. حاضر. مع السلامه. فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات يا سلكها. حاضر. وصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقه دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامه بقى، انت والبرجين بتوعك دول. اولا ايظن دي تاليف وتلحين ونغمات مجسمه بعرور مع مرتبه الشرف. يا سلام، امال ايظن اللي معايا دي بتعمل ايه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجه وقله ادب وسفاله. انت شكلك كده مش هتروح من هنا انكل. لا هرجعك طن. كده طيب، احنا شرحنا. نشرح بقى. تشرح مين؟ الاغنيه دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني. اظنه ترت ترت بتاعت بعرور. ترت ترت بتاعتي. ترت ترت بعرور. ترت ترت بتاعتي. ترت ترت بعرور. ترت ترت يا ناري يا ناري. ترت ترت بعرور بعرور. ترت ترت يا ناري يا ناري. ترت ترت بعرور بعرور. سكت الكلام ولا رمزي. ايه دولة؟ هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعت معرور. بتاعتي. ترت ترت احتة. ترت ترت نادي رمزي. ترت ترت بالراحة. ترت ترت انا بوجه كلامي للجميع ولن استثني احدا، لسلكها والبعرور والانكل ولكل حد، لن افرط في حرف واحد من ايظنه. ليس هذا من اجل مصلحتي انا فقط،
ولكن من أجل الجماهير، لكي تعرف الحقيقة، وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور إنك متضايق من الصب؟ بصوا، أنا المشكلة ليست بيني وبين بعرور، بالعكس أنا بقول له يا بعرور تعال هنا هو، ومد إيدك في إيدي، وتعال مع بعضينا نلم تراث الأغنية الشعبية ونجمعه كله في أوبريت شعبي كسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على إدعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما أنت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها إدعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني أي حاجة، والدليل على الكلام اللي أنا بقوله هذا إن هم ما تعدوش علي بالقول بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس، وفي إيدي ماي هاند بول، وفي دماغي ماي هيد. الأول بدي أقول إنه نحن أبناء أمي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله أنا بكررها لتاني مرة والتالت مرة والرابع مرة، وهفضل أكررها طول ما أنا عايش. أنا مش طالب حاجة معينة غير أن أنا حافظ على أغنيتي. رجعولي أيظنوا أهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاولة المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن أفرط في شبر واحد من أيظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة، لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا، وانت اول واحد جريت اساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا، ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحه الاستاذ عادل مسبل لنا القهوه بالورق اللي بيقول عليه شعر. حسيت ان ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. ايه أيظنوا دي؟ قال أيظنوا قال من ايام سامويل جاكسون وموزارت وشكسبير. الحقيقه لم تنطق الكوره الارضيه بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على امره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة، الله. بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي، يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معاه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله، وشكرا للتحية. الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة للاجتماع حول المائدة المستطيلة عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شوية فلوس. شوية فلوس إيه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الإعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا أستاذ طالعة من أسوان لغاية مصر. وفي مظاهرة هتخرج من البازار بعد ساعة ونص يا دولة. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظلي القضية، الله يحرقك. انت يلزمك يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش في اوام كده عشان تنزل على جدور رقبتك. ده رافع قضية ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوة بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان أيظنوا دي مش بتاعتك. فضل تلت بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنية من تأليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسة. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق.
الو مين؟ ايه؟ بارور كسب القضية؟ متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الافراح ان شاء الله. مبروك مبروك، بارور كسب القضية، مع السلامة. انا شايف يعني ان 10000 جنيه مبلغ مش وحش، انا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في القهوه، انا موافق. اوكي دول خمسة، يبقى فاضل ايه؟ 10 ايه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئكوا والله هم 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم؟ كده كتير قوي يا دولة. اسكت بقى اسكت بقى، انت فاهم احنا بنعمل ايه؟ ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي هرفع القضيه دي، ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من 1,000,000 جنيه. طب ما تخليهم 500,000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم قال ايه؟ ايظنوا تلات تلات تلات، ايظنوا تلات تلات تلات. طب تلات تلات تلاف جنيه وعشر قصايد، طيب حضرتك تلات تلات تلات. طب 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار تلات تلات تلات. طب حضرتك 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار ورمزي.